بالايام الماضيه تلقوا المشاهدين درس بالتاريخ وبحقوق الانسان من السيده سونيا فرنجية الراسي، اللي يبدو انه رح تعطينا دروس اكثر مع اصدار كتابه التاريخ كما يقال باواخر الصيف. فشو ناطرنا بعد؟ شو تعلمنا دروس من السيدة سونيا فرنجية من أسبوعين؟ دروس قال ابن خي سليمان فرنجية إنه ما إله علاقة فيها. سليمان فرنجية اللي قربوا من الناس ما خليهم يفكروا ولا مرة إنه إقطاعي. مامي ديفنتلي حبيبي بيت فرنجية إقطاع إقطاع، نحنا إقطاعيين، في بيت فرنجية وبيت جنبلاط والباقي كله اخترعتوا الحرب. رجعنا للإنترنت، شو يعني إقطاع؟ قال ابن الأثير سأله أن يجعله له إقطاعاً يتملكه ويستبد به وينفرد، والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك. ممتاز، هذا التفسير definitely ممتاز، يعني الناس ملكون بيستبدوا فيهم، هن بيملكوا الناس. هل هذا اللي أرادت تقوله الست سونيا؟ وإلا كيف منفسر اللي قالته عن كسرى باسيل عم جبران باسيل رئيس بلدية البترون سابقاً؟ دفنتلي إيه أكيد كسرى باسيل يعني عمه زلمتنا نحنا بالبترون، زلمت بيت فرنجية يعني هدول لقلنا. بس الزمن مش لازم يتطور، لأنه حسب الست سونيا مامي جبران باسيل ابن خيو لكسرى باسيل. تجي تقدري تتصوري أنتي انه يأمرك شخص ما فيني اقول كان صغير بس كان جماعتك عمليا. اي شاب مناصر للست سونيا حتى ما نقول لبيت فرنجية ما له حق يتقدم، حتى ولو كان لامع ومتعلم لازم يبقى صغير ومن جماعة الست. طيب اذا كانت الست سونيا بتقول نحنا كبيت فرنجية ما بنمشي ورا فلان وفليتان، ليش بتقبل انه تمشي ورا بيت البري؟ دفنتلي ايه اكيد. هلا مثلا بتسأليني نحن وبيت البري اللي كليا هني بيأمروا نحن بنمشي ولو ما انتو اقطاع، كيف تمشوا ورا بيت البري مثل ما سميتون؟ هل هن اقطاع منذ ما قبل التاريخ؟ وليش مثلا بدك تمشي ورا بيت البري هلا انك على الان بي ان، ام لانه يقال غمزك الرئيس بري للحملة على عون؟ بعدين اول مرة بنسمع انه قال فرنجية اقطاع، انتو كنتو توصفوا بيت معوض وبيت كرم بالاقطاع، شو صار؟ مامي قولي لي عملي له قال فلان، بقلك ما تغزيني عليك فلان كان زلمتنا. شفتي كيف؟ بقى تجي تقولي لي لازم تستغربي انه كبران كتير فلان، بقلك ذكر بس انا اقطاعية يعني بعرف حضرتك كيف كان سيارة ما عندك ايه او لا، اليوم ما تتكبر علي. طيب صحيح انه الاسئلة كبيرة مطرح ما كان حول ثروة جبران باسيل وبيوته وعقاراته وسياراته ويمكن حتى طياراته، بس هل يعقل انه ست سونيا تذكره لجبران باسيل انه ما كان عنده سيارة؟ طيب حسد ام ضيقة عين ام اتهام بالسرقة والفساد لوزير حليف؟ يعني ما تفزيني، مين هو ميشيل هون؟ بيت فرنجية اهم بكتير، بيت فرنجية عايشوا مع حميد فرنجية، بدك ترجعي تأرجين ميشيل هون وتقولوا له نقولوا عشو مامي. وهيك بيخلص صف الست سونيا. شكرا لسليمان فرنجية لانه اصدر بيان بتنصل فيه من هالدروس حتى ما يحمل هالزعيم الشاب عبء هالاخطاء والخطايا ويورطها لتوني سليمان فرنجية اللي اكيد ما بده يبلش يقرا كتاب التاريخ من فصل الاقطاعية سونيا فرنجية.